اولا رمضان ما جاش يعني عفويا، شهر رمضان هو شهر الصيام، يعني شهر في السنه. اولا انا تنشرح في الكتاب الهدف الديني، لانه الاسلام بصفه عامه هو ما جاش عن عبات ولا جا بارازار ولا شي حاجه، ولكن عنده هدف معين. والإسلام فيه تقريبا 5 أركان في الإسلام، اللي هي الشهادة، هي الصلاة، هي الصوم، والزكاة، والحج، لبيت الله. أنا غادي نركز على 3 اللي مهمين أصلا، ولكن إلا بغينا نفهموا المغزى ديال رمضان خصو نحطوه في هذا السياق ديال هاد أركان الإسلام. اولا انا اللي تنشرح في الكتاب هو عمل الدماغ وعمل القلب، هادو هما واحد الجوج ديال الاعضاء في الجسم اللي هم اهميه كبرى. فالدماغ تيخدم عن طريق دبدبات كهربائيه، هاد الدبدبات الكهربائيه تتبدا من 1 حتى 65 تقريبا، وتتنقسم لـ5. اولا الدبدبة ديال دلتا اللي ما بين 1 لـ5، وهي اللي تتكون أصلا في النوم العميق. تجي من بعدها الدبدبة ديال تيتا اللي ما بين 5 حتى 8، واللي تتكون أصلا في النوم الخفيف. من بعدها تجي الدبدبة ديال ألفا ما بين 8 حتى 15، وهاد الدبدبة هي اللي تنتسارو عليها، اللي تكون في الدماغ، الجسم كله في حالة ارتخاء، هي اللي تنوض في الصباح تتكون عندي ناشط بخير مستراح إلى آخره. وهي هاد الدبدبة هي اللي تتكون أصلا بالناس اللي تيكونوا في حالة ديال لا ميديتاسيون، ديال التأمل، ديال بالنسبة مثلا للناس اللي تيديروا الرسم ولا الكتابة، على أين هي اللي تنطمحوا لها، ولا في الموسيقى ولا في الأصوات ولا بزاف الحوايج، ولا العيش في الطبيعة. من بعد تجينا واحد الدبدبة اللي سميتها غاما بيتا، اللي من 15 لـ25، هي حالة ديال اليومية، يعني تتمشي تقدا دير هادي، تدير بزاف الحوايج إلى آخره. ومن بعد تجينا واحد الدبدبة اللي سميتها غاما، اللي من 25 حتى الفوق، هي ليبر اكتيفيتي، هي ستريس، واللي تيكون لانه مجموعه الامراض دابا اللي تنعانيو منهم، اللي اصلا هما ستريس والقلق اللي تيديرو. فاحنا غادي نركزو على هاد الدبدبه ديال الفا، هي اللي مهمه بالنسبه لنا. هاد الدبدبه ديال الفا، فمثلا في الاسلام الانسان الا كان الايمان في حد ذاته، هو تتآمن الإنسان اللي كان مطمئن القلب، يعني الإيمان في حد ذاته هو الإطمئنان ديال القلب. الإطمئنان ديال القلب تيجعلك أنه تتكون في حالة ارتخاء، يعني ماشي داك الإنسان اللي غير مؤمن، اللي دايما تساؤلات وجودية، فين غادي أنا، فين جاي. في أما الإنسان اللي كان يؤمن هو يطمئن قلبه، وراه مذكورة في القرآن. فالإيمان أولا تنزل هاد الدبدبات ألفا. علاش؟ لأنه فاش تيكون حالة القلق، الدماغ خصو إلا بغى يهدأ خصو الأكسجين، وإلا بغى يهدأ هو الأكسجين، شكون اللي تيبومبي ليه الأكسجين؟ هو القلب. وبالتالي قد ما كان الإنسان في قلق في سرعة، تيضطر بأن العمل ديال القلب تيكون بسرعة، وبالتالي الإنسان في حالة قلق تيكون مريض. فأولا الإيمان تيجعل القلب يكون مطمئن، وتيكون توازن ما بين عمل الدماغ وما بين عمل ديال الجسم، وتيكون عمل الدماغ والقلب وتيكون توازن في الجسم بصفة عامة. تدخل في الحالة الثانية، تدخل الصلاة.
الصلاة الهدف ديالها هو ارتخاء. وانا تنقول في الكتاب ربما الله سبحانه وتعالى فرقنا مثلا الصلوات الخمس وعطعنا على الاقل واحد الاربعة ولا خمسة سوايع باش في ديك بين هاد السوايع تيكون القلق وجري عليا وجري عليك تنمشيو نصليو باش تتكون عملية الارتخاء. وعملية الارتخاء في الصلاة هي الخشوع. فالخشوع في حد ذاته الى درت الصلاه مزيان تتكون وسيله ديال الارتخاء، وبالتالي الصلاه تتولي لنا حنا وسيله ديال الصحه وماشي العكس. غير هو في الحال في الواقع اللي كاين دابا هو الناس تيمشيو يصليو بسرعه، تيصليو في واحد الاماكن اللي فيهم، لانه حتى في هاد الدبدابات الحوايج اللي الفا اللي تتوصل لهم هو الريحة الزوينة، إلا كانت شي ريحة، ريحة ديال الناد وريحة ديال الطبيعة ولا مثلا الأزهار ولا شي حاجة تتنزل وتنزل الألفا، ولا مثلا الأصوات الطيبة بحال مثلا إلا كان شي مقرئ تيقري القرآن بواحد الصورة اللي تجعلك أنت تخشع، ولا مثلا خرير المياه، ولا مثلا شي موسيقى اللي هادئه، كلهم هادو تيوصلونا لهاد الحاله ديال الالفا. وبالتالي فالصلاه الا تقامت في واحد الجو اللي فيه روايح زوينين، وقلت انا في المساجد الا كان مساجد في حد ذاتها مفتوحه وفيها مثلا اشجار وفيها واحد الطبيعه اللي تجعلك تمشي انت للهدوء، تتكون الصلاه مفيده جدا للجسم. غير هو مع كل اسف دابا اللي وقع حاليا هو المساجد في حدهم صغار، وغالبا تتكون ريحه كريهه لان لي طواليت تيكونوا لداخل الى اخره. وعاوتاني الصلاه تقام بواحد الصفه اللي سريعه، كنا تنجري وكنا زربانين في الصلاه، وبالتالي اوليو باش تكون الصلاه وسيله ديال الخشوع تتولي الصلاه عكس وسيله ديال هذا. وفي خضم هذه القضيه الا كانت كرشك عامره بالماكلة ما عمرك انت تخشى، وهذا اللي غنشوفه في الحلقة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم بي مني. اللهم اغفر لي ما قدمت وما وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. أنت المقدم وأنت المؤخر
وأنت على كل شيء قدير.